الله معكم. كلنا بنتفق أنه تشكل المرأة نصف المجتمع من حيث العدد، لكن من حيث الأهمية هي أساس المجتمع، لأنه هي بتربي الإناث والذكور. المرأة شاركت في البطولات وفي صنع التاريخ. ضيفتنا اليوم قيل عنها إنها نساء في امرأة، سيدة ناضلت لنصف قرن أمضته المحامية والناشطة لور نصر مغيزل تحصيناً لحقوق المرأة في لبنان وفي العالم العربي. في نيسان 1929 ولدت، وفي سنة 1997 رحلت بعد نجاحات في تنزيه القوانين اللبنانية من البنود التي تميز ضد المرأة. الأستاذة لور مغيزل حاضرة معنا اليوم من خلال الصديق يلي عصر وواكب الباحث الدكتور أنطوان مسرة، عضو المجلس الدستوري في لبنان سابقاً ورئيس كرسي اليونسكو للدراسات الأديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف، عضو مؤسس للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم. دكتور مسرة حائز على عدد كبير من الجوائز والميداليات، نذكر منها جائزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومؤسسة جوزيف ولور مغيزل للسلم الأهلي وحقوق الإنسان، وحاصل على جائزة رئيس الجمهورية الرئيس الياس الهراوي لبنان الميثاق. له العديد من المؤلفات في مواضيع النظام الدستوري اللبناني والديمقراطي والتشريع والقضاء وغيرها. دكتور مسرة، نترافق اليوم بمشوار مع حاملة راية حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتي انتصرت بإنجازات كتير كبيرة حضرتك وكبت وعصرت وكنت الأمين على أرشيفها. أهلا وسهلا فيك بمشوارنا اليوم، وأهلا وسهلا فيك معنا بالمحطة. بالفعل مشوار طويل، لأنه الوثائق لور مغيزل اللي كلفتني فيهم هن مشوار 50 سنة. نعم. نصف قرن، وقت كان عمري 17 سنة في آخر حياتها ضاعتني على مكتبة، فرجتني حوالي 20 صندوق بالأرض وفيهم أوراق وقصصات صحف ومقالات ودراسات. شو بدها تعمل فيهم هولي؟ تسلمهم للشخص الأمين. كانت توثق فيي كتير، وكانت تسميني بالفعل الطاقة، تكتب لي هيك بكتيب صغار الطاقة. بس المهم، أهم من هيك، إنه أخذت هلا 20 صندوقة ومنظمين ومش منظمين بذات الوقت، لأنه تنظيمهم بده وقت. نعم. وبعدين مرضت ولا مرة سألتني وشو صار بهالوثائق. بالفعل بكل حياتي ما تعرفت على هالدرجة من الثقة. وأنت أهلا لها. والمهم إنه أنا عم تقول أهلا أهل بالثقة، لكن أكيد. تعلمت إنه وقت شخص بتعطيه ثقة تحصل منه شيء كتير. عالوفا. عالوفا إيه. وما سألت ولا مرة وين صارت هيدي الوثائق، لأنه كانت تعرف إنه أنا إذا استلمت موضوع بوصل فيه للآخر. وصدر أول كتاب بعد وفاتها بقليل، عنوانه نصف قرن دفاع عن حقوق المرأة في لبنان. هذا هالكتاب مش يجب ويقتضي وينبغي، مثل ما بنعمل ينبغيات، عندك فيه أفعال وأفعال إنجازات، كيف وصلت لكل موضوع مع الرسائل والدراسات وقصصات الصحف والملاحقات، كيف كانت تلاحق أي موضوع، وكانت التلفن للنواب وللوزير أكيد، وثاني يوم ترجع تكرر التليفون، وثالث يوم، رابع يوم، تضمن عدم معارضتهم تعديل القانون بمختلف المواضيع، سياق الوصول إلى أي كل موضوع. نعم. بالفعل لا أبالغ إذا قلت أنه هيدي الأربع أجزاء، نصف قرن دفاع حقوق المرأة في لبنان، أهم وثائق في التدريب
على المدافع والمناصرة لحقوق الإنسان. حلو كتير، طبعاً كتاب من كم صفحة حسب ما شايفة أنا، مجلد كتير كبير. أول جزء نشر كتاب متوزع وصار نافذ، بعدين جزء ثاني عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هيدول كلهم أوراق، رح نحكي بالتفصيل عن أوراق كل من القوانين لحم اللي ودم عدلتها. مع كل تفصيل. والجزء الثالث يعني ملفيتها كما هي بالفعل بالتتابع كيف درستها ونفذتها صاروا موثقين. ودفاع حقوق المرأة في لبنان نحو الأمية القانونية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجزء الثالث. وبالفعل الجزء الرابع عن نضالة في الحزب الديمقراطي وفي بعض الأحزاب، الجزء الرابع. نعم، بالفعل كانت الأحزاب اللي أسستها واللي انتسبت لها تعنى بحقوق الإنسان. يعني صح، هي بالفعل مدرسة في الموضوع، مدرسة في الموضوع. بس عندك قضية المرأة، نعم، تعرف انه المرأة عشان هيك بحب بلش معك من أول مظاهرة عملتها بستة مارس، ستة آذار. وقتها وضعنا كمان فيلم عمله بهيج حجاج نعم، باللجنة الوطنية لليونسكو عن لور مغيزل. يا ريت بنقدر نوصل له هيدا الفيلم، في فيلم وضعه ممكن بهيج تمكننا حتى نوصل له كثير ونعرضه. مهم. عن وكيف هون عندك بالصورة، هي صدرت بمجلة أرابي، لور مغيزل حاملة حمامة السلام وتخترق المعابر، خطوط التماس. خطوط التماس. حلو كتير، كان عندها القوة والجرأة، كان عندها القوة إيمان إنه هي قادرة والجرأة تغير، والإيمان، وخصوصا والتصميم. التصميم، نعم، التصميم لأنه عرفت شو بدها وقت عمرها 17 سنة، وتابعت بتصميم وإرادة بنضال صلبة. وجهاد. نعم، رح نحكي على المظاهرة اللي مشيت فيها من الـ LAU حسب ما اسمها اليوم بستة آذار، والتقيت فيها بشريك حياتها وبشريكها بالنضال الأستاذ جوزيف مغيزل. كيف توجهوا على البرلمان وكيف قدرت تمضي عريضة من 70,000 شخص وكان معها 21 شخص من دول العالم. تعرف هيدي العريضة اللي مضيها أكثر من حوالي 70,000 شخص، هيدي عريضة من أهم وثائق المقاومة المدنية للحرب في لبنان. وقتها كثير كتبت أنا تعرف وين هي هيدي الوثيقة، حتى نوضعها بمتحف للذاكرة. نعم، هيدي الوثيقة اللي مضينا 70,000 شخص في سبيل بناء السلام موجودة عند الدكتور عصام خليفة. حلو، ويجب أن نجد الوقت المناسب لتكون أهم وثيقة تعرض في متحف لبنان. حلو كتير، لحتى الأجيال الجديدة تشوف إنه كان في حرب بلبنان، جزء منها أهلي، ولكن حروب على كانت الأرض. حروب، جزء منها أهلي، وقسم كبير من الحروب في لبنان كان حرب، الآخرين نضال 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 مدني ضد الحرب. وكمان وضعنا فيلم بجامعة الأيو يخبر عن المقاومة المدنية للحرب في لبنان، بيناتهم هيدي الوثيقة واختراق لور مغيزل للمعابر وتوقيع هذه اليافطة الضخمة في سبيل السلام. رغم الحرب مثل ما تفضلت وقلت، بقيت هي عندها الإصرار أنه تتابع العمل النضالي المدني، وأسست حركة لا عنف. بحب أنا أستعرض كمان شو هي الجمعيات المدنية يلي شاركت بتأسيسها وترأستها. شغلت عدة مناصب حقوقية، منها عضوة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عضوة مؤسسة في لجنة النساء اللبنانيات القانونيات، الرئيسة الفخرية للجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني اللبناني للنساء، والمستشارة القانونية للمجلس الدولي للنساء.
شاركت في تأسيس الحزب الديمقراطي الذي كانت عضوة فاعلة فيه، وكان العمل في المجتمع المدني يختلف عما نشهده اليوم. بحب منك توضح لنا ليش عطول بنقارن عمل الأستاذ لورم غيزل يختلف عن المناصرة والنضال اللي نحن نشهده اليوم وبنقول حراك المجتمع المدني. شفت كثير مهم ملاحظاتك، والمهم انه وقت سلمتني لورم غيزل وثائقها شدت على قضيه انه هي ما بتهدف الى تظهر نفسها وتبين وتترك منشان هيك ما اثر. كانت مستعجلة أبدا كانت تسألك مهمه، عن كانت مهتمه وثائق. كثير انه تعطيهم حقهم لكل الاشخاص والنساء بشكل خاص يلي ناضلوا معها. هون كل اسماء الموجوده هون ما كان هدفها ابدا لا الوجاهه كان عندما يكفي من ولا الحضور. ابديه ارضيه ما لها معنى. كان هدفها تترك شهاده للغير وتعطيهم حقهم لكل النساء اللي ناضلوا معها في كل هالمسيره هيدي، لانه هي ما كانت وحده. هلا سالتيني على المجتمع المدني، نعم، يوجد اليوم تراجع 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 كثير خطير. وقت قلت لك انا انه لورم غيزل ما كانت حركه معارضه، معارضه سياسيه مشروعه نعم، وضروريه، لكن المجتمع المدني للتطوير والتحديث. ما كانت حركه نقد نعم، وتشكي وتذمر، ايه مثل ما عم نشهد اليوم في العالم، ايه من ناحيه جيلي جون، نعم وبتسمع كثير شباب بنقوا بيتشكوا، انا نعم بسالهم شو عملتوا. هي المجتمع المدني هو قوة تأثير قوة على ضغط. أصحاب نعم القرار. نعم أصحاب القرار إذا بده يكون معارضة سياسية غير طريقة شغل، كانت تاخد قضية وتلاحق فيها تقدم تجاه مشروع قانون. المؤسسات نعم وتتابع مع أصحاب القرار. وبالفعل هيك كانت طريقتنا أيضا في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم نعم خلال 40 سنة. نحن نتعامل دائما في مواضيع ونتابع مع الأشخاص اللي هن بموقع القرار وقادرين على إيصال النتيجة بدون رعاية، بدون استتباع، نعم بدون زبائنية. وهذا الفرق مع نورم، يعني كيف يكون المجتمع المدني مدنيا؟ نعم اغلب بيكون الاحيان عم نابع من بيكون صميم المجتمع المدني ايه بده يكون من صميم المجتمع، بده يكون وملتزم بالقضية ويعمل على ملتزم مناصرتها لإيصال ويتميز التعديل. عن المعارضة السياسية. نعم لا انتقد المعارضة السياسية، هي مشروعة وضرورية، ولكن المجتمع المدني بده يرافقها كمان خارج نضال، سياق السلطة، وخارج سياق السلطة بده لسبب. يشبك مع السلطة لنوصل بعدين في لنتيجة. تشاؤم كبير، يعني مهما كانت الأوضاع العامة بأي مجتمع سيئة، على طول عندك بأي مجلس نيابي 10 15 20 بأي حكومة عندك 3 4 5 من الأشخاص الفاعلين اللي فاعلين ممكن نعم قاضية على يشبك معهم الفعل. ويوصل لنتيجة. وبهذه الطريقة كانت هيدي هي بفعل طريقة المجتمع المدني الأصيل في العمل، لا الملاحقة، والملاحقة بعناد نعم، واستمرارية. وعن دراسة وأبحاث. بالفعل كم كثير وزراء بيخبروا انه كنت تلاحقهم عدة مرات. وعلى كل حال عندي أمثلة عديدة بلبنان مؤخرا ببعض السيدات، انه لا حفره بالشارع بالضيعه نعم بتلفن للبلديه، لا ايه تكرمي، ثاني يوم ترجع بتتصل، ثالث يوم، رابع يوم، بعد اسبوع. هاي طريقه الملاحقه، نعم طريقه النق بشكل ايجابي. 100%. يذكر المسؤول بواجباته. ايه أنا بحب أستعرض القوانين يلي تنزهتها الأستاذ لورم غيزل من التمييز ضد المرأة.
في العام 1983 حق البيع والشراء لوسائل تحديد النسل بشكل قانوني. في العام 1987 حق الحصول على استحقاقات التقاعد وتحديد سن التقاعد المؤسسي العادل عند عمر 64 سنة للرجل وللمرأة. في العام 1990 البند الدستوري الذي يعزز الالتزام اللبناني بدعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان UDHR. في العام 1993 حق المرأة في الشهادة القانونية في العقود العقارية، ويلي ما بيتذكر كان لازم يكون في سيدتين عم تشهد مقابل رجل. في العام 1994 حق المرأة المتزوجة في ممارسة التجارة أو فتح عمل تجاري دون موافقة أزواجهن. في العام 1995 حق المرأة في المجال الدبلوماسي في الحفاظ على الجنسية اللبنانية والوظائف المدنية في حال الزواج من زوج أجنبي. في العام 1995 حق المرأة في الحصول على التأمين على الحياة بما في ذلك النساء المتزوجات. في العام 1996 إقرار تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لذلك سميت نساء في امرأة. شفتي هذه كلها بتدل على منهجية بالشغل وعلى رصد الحاجات وعلى متابعة هذه الحاجات. وفي هون عندك بأول جزء عن وصول المرأة إلى سلك القضاء. نعم. هيدي وقتها ترشحت جوزيت طبراوي كانت معها بالجامعة بكلية الحقوق على سلك القضاء ورفضوها كمرشحة. هي ترشح ولا تم تصل إلى امتحان؟ لا بس كانت بدها تقدم تاخد على امتحان. نعم. ورفضت النساء وقتها. عندك هون 70 صفحة. وين المبدأ الدستوري المساواة بين اللبنانيين؟ أنا بعطي دروس بمعهد الدروس القضائية. نعم. تقريبا نص المتخرجين هن اذا مش نساء. اكثر. نعم. ما بيعرفوا بهذا الموضوع. وزع لنا هول 70 صفحه انه كيف تابعت لون مغيزل الدفاع عن جوزيت طبراوي وغيرها لا ينقبلوا ب لا ينقبل طلبه على معهد الدروس القضائيه. عندي هون 70 صفحه وجه بوجه كيف تابعت خطوه خطوه لوصلت الى النتيجه. هالدقه بتنظيم ملفها وبدراسة قضيتها تنظيم ملفها أعتقد هو سبب أساسي ومباشر بنجاحها وبصورة بوصولها إلى خواتيم بترضي الباحث وبترضي المجتمع وبتوصل حقوق لأصحابه. أبدا تعرف هيدا التصميم بدون عدائية. التصميم حبيت. بإرادة. نعم. بدون عدائية. بدون عدائية. شو بتقصد اليوم بالضبط؟ أنا بعض الجمعيات دكتور مسرة. بعض الجمعيات المدنية وأقدر عملها ولكن تعمل بروح عدائية. روح العدائية ما بتعطي نتيجة. بتخلق نفور بتزيد يعني العداوات. بنشوف عندها على طول الابتسامة رغم إنه مرقت بظروف كتير صعبة، خسرت بنتها دكتورة، رجعت على لبنان تعيد بعيد الميلاد مع أهلها، والقصف العشوائي خطفها من العائلة. كانت دائما صابرة وتتقبل إرادة الله. وموضوع التسامح واللا عنف كان مثل ما بتتفضل وتقول هو شعارها. ايه هلا بالآخر فترة يعني مع كل تقديري لشباب الانتفاضة وغيرهم في بعض انا بعض الاحيان بتشوفي روح عدائيه تنافسيه ولا عدائيه؟ تنافسيه ما فيها ضرر. نعم. لكن عدائيه مضره بشكل عام. معناتها انه انا ابرر الفاسدين وابرر المتقاعسين، ولكن روح العدائيه لا توصل لنتيجه. هيدي من خلال خبره العمليه وخبره لور مغيزل بكل الاحيان. يعني بجوز بكل الاربع اجزاء بتلاقي نضال وإرادة وتصميم وملاحقة، بس بدون هيك انتقادات شخصية. نعم. وعدائية شخصية من دون ما يفوتوا بالشخصي. ايه بالشخصي في عم نشتغل على مبدأ، يعني كل واحد بيعمل شغل بدون محبة بالنهاية الخبرة بتثبت انه ما بيوصل لنتيجة.
أكيد كل عمل لازم يكون من مجبول بمحبة ايه بشغف وبدراسة دقيقة، ايه ويكون الهدف مرسوم صح صح مش نعادة ايه تنعادة أو نعارض تنعارض أبدا. نحن ابدا بدنا نمشي بمعارضة ايه لنوصل الحقوق لأصحابها. يعني اللور بجوز بكل مغير الاربع اجزاء بالفعل. هلا انت عم بتذكريني، بجوز ما بتلاقي هالاربع اجزاء شي صفحه واحده فيها لهجه عدائيه تجاه احد، ما معناتها انه كانت راضيه عن الجميع، لا بالعكس. أكيد ما ممكن. ايه أنا تابعت لها حلقة ايه على اليوتيوب، حتى القاتل ما سمته، كلمة قاتل ما ذكرتها، رغم عفيك. إنه هي مجروحة ايه مجروحة. ويلي انخطف هو من قلبها. ايه سمته يلي ارتكب العمل بالفعل. وأدى إلى حصول قد ايه اذا في شخص ضحية. واجه صعوبات صعوبات صعوبات، هي لون مغيزل خلال سنوات الحروب، خلال نضالها، خلال عملها. ايه ونحن ما عم نحكي عن حدا ناضل بالقرن الـ21 ايه بظرف كانت الذكورية هي السائدة، وكان ايه عمل النساء جدا بعده خلف الستار ومحارب، ايه بالفعل. لكن تميزها بكل نشاط عملته وموضوعيتها خليها تكون السيدة التي لا تموت. بالفعل انا عدت ضمن السلم الاهلي الدائم، يعني بشارك اوقات او بنشجع على اعمال تعليم الشباب على المدافعه والمناصره، ولكن كثير خبراء بيعطون اشياء اوقات كثير هيك تجريديه بدون امثله عمليه تطبيقيه. دائما بذكر لون وثائق لون مغيزل، اذا بدنا نعلم الشباب كيف بدافعوا عن قضيه وكيف بيوصلوا لنتيجه وكيف بيلحقوها، هي هيدي الوثائق بتعلمك اياها بطريقه تربويه متدرجه وثيقه وثيقه. هو ساعدني باعداد هذه الوثائق دكتور توني عطالله، العميد السابق بنوجه له لمعهد تحية. الحقوق في الجامعه اللبنانيه. حضرتك زخر للبنان، وبما طالما نحن عم نقتدي بالقدوة الصالحة وعم نذكر الإنجازات اللي عملوها، عم نكون عم نفتح باب للجيل الجديد، ولقلنا نقول إنه ما في شي صعب طالما في إصرار وطالما في إيمان إنه الحق ما بيضيع، طالما في وراءه مطالب ايه يطالب بالطريقة المنهجية السليمة حتى يوصل الحق بس لأصحابه. في أزمة اليوم بالعالم نعم، هي أزمة نقل. كيف ننقل التراث للجيل الجديد؟ ليس للتفاخر وليس للشوفينية ولا للتباهي، لأنه الجيل الجديد عم يجي على الديمقراطية حقوق الإنسان كانه داخل على السوبر ماركت، ما ناضل مثل الأجيال وصلته السابقة بالهينة ضد النازية وضد الحرب العالمية الأولى الدكتاتورية. والثانية والوصول إلى كل هذه الحقائق. جيل جديد ما عاش هذه الفترة النضالية. بتسمعي أوقات أحفادك وأولادك بيطالبوا، وعندك بطريقة الجيلي جون بفرنسا مطالبات مطالبات مطالبات، وزاد معاشنا 10 أورو 20 أورو. طبعا معهم حق، ايه، لكن كل ديمقراطية وكل حقوق بدها مناضلين وصلية النضال. وهون اليوم الروح النضالية اليوم عم تتراجع بالعالم. يمكن لأنه الناس ما بقى عندها مثابرة، عم ايه بيخلق موضوع جديد، عم بينقلوا على موضوع عم ينقلوا التاني، ما بيكونوا عم بيركزوا على موضوع طبعا. واحد. وهون لازم نكون نحن بالتشبيك عم نرجع نعمل ديليجاسيون، انه نخصص كل جمعية شو تشتغل تنوصل لحقوقنا. ايه لما نتقبل الآخر ونعترف بدوره أكيد بنوصل. بالفعل هو اكيد، يعني لو نشرح للشباب الجديد انه ما مرقت البشرية بفترة يائس اكثر من بعد الحكم على يسوع بالاعدام بالقاتل.
شو نشر آمال نعم ووعود، فتح لهم رجا السما كلنا، ولكن فترة يأس رهيبة. وكيف 12 رسول غيروا العالم. مشان هيك نحن عنا إيمان كتير كبير بشبابنا، ايه أنه عم نحط بين إيديهم القدوة. ايه والمرأة في السياسة ما هو إلا برنامج حتى يقول أنه ما في شيء صعب، سبق والآخرين حققوا انتصارات، ونحن بزمن لازم نشتغل تنحقق كمان انتصاراتنا. انت تكلمت عن ايمان، بالفعل كثير مهم. ما تفتكر انه مغيزل انه بس سقفتها الحقوقيه بتفيد وسقفتها القانونيه؟ قديش عندنا ناس عندهم ثقافه قانونيه واسعه، بدون الايمان ما بتعطي نتيجه. أكيد واليوم الايمان عم يضعف، عم يضعف، عند الشدائد بيهتز الإيمان، بيهتز الايمان. بس إن شاء الله لا، نحن كلنا سوا رح نرجع نتكاتف ونتماسك مع بعض، وأنتو الجيل يلي عصرتوا لبنان وصنعتوا من لبنان النهضة، رح نضلنا نحن وبيكون نشبك إيدينا مع بعض، ويكون عنا لقاءات مستمرة حتى نضوي على سيدات في النساء، سيدات في السياسة كانوا القدوة وسيبقون رغم غيابهم بالجسد عنا. ولور مغيز المدرسي، شكرا لك، حفظت هذا الإرث القيم، شكرا على الأمانة، شكرا على الوفاء، وشكرا على حضورك معنا بمريم تي في. شكرا. مشاهدينا الكرام، حلقاتنا مستمرة، انطرونا نحن وياكم سوا، رح بنكون عم نشهد على دور المرأة الحقيقي وعلى نجاحاتها. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.